بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، منذ لحظات أعلنت اللجنة على انطلاقة شوطنا السادس. شوطنا السادس مخصص للجعدان. الله يشط لمكتوم بن إبراهيم بن يوسف الطنيجي، وثاني مراكزنا المركز الثاني شاهين مع سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة، وثالث مراكزنا المركز الثالث طيار لمحمد بن علي بن علوان الكتبي، والمركز الرابع شاهين لعلي بن حمد بن سالم بن سيف الراشدي، وخامس مراكزنا شاهين لفايز بن غفان بن حمد اليابري. هكذا كانت نتيجتنا، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي. أعود إلى أبناء العوير، يا سلام. سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة من يقدم شاهين. المركز الثاني الشاط لمكتوم بن إبراهيم بن يوسف الطنيجي. المركز الثالث ثالث مراكزنا طيار لمحمد بن علي بن علوان الكتبي، ولكن خلني مع بن رفيعة، خلني مع العوير وأبناء العوير. سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة من يقدم شاهين. يبغي النقطة الثانية، يبغي السلامات إلى أهالي العوير. سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة، مع النقطة الثانية، العوير تبتسم، مع هذا الشعار الجميل والمميز. الله يا بن رفيعة. سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة مع النقطة الثانية من يقدم شاهين. المركز الثاني الشاط لمكتوم بن إبراهيم بن يوسف الطنيجي. المركز الثالث، يا سلام، سيلفر لمحمد بن سعيد بن محمد الرايحي العليلي. التوقيت دقيقتين و15 ثانية، 98 جزء من الثانية، وتهانينا والناموس.